اليوم في برنامج مبدعون: السكاكين المصنوعة على أيدي حرفيين أوكرانيين، عمليات الصنع المبهرة والأسراس المهنية. بماذا تتميز السكين الحديثة سوى بنصلها؟ يو إي تي في تعرض لأول مرة برنامجا حول موضوع حاد كهذا. على مدى 7 سنوات نصنع السكاكين الرائعة، ولكنها ليست مثل التي كانت في السابق. يصنع يفهين خخلوب مع زميله في الورشة فلاديمير ودينيس السكاكين المصنوعة يدويا لهواة المجموعات. هذا يعني أن كل نموذج هو فريد، رغم أن أحدا لا يمنع استخدامها في المطبخ أو الصيد. جميع المنتجات المعدنية اليوم تصنع تقريبا من دون صقل، وإنما عن طريق تشكيل المعادن. ربما هذه المهنة ليست بذلك الغموض، ولكن يفهين خخلوب نظر بوقار منذ سن مبكرة إلى عملية شحذ السكاكين. في سن 15 صنعت من لوح لقطع المعادن سكينا نستخدمها حتى اليوم في البيت الريفي. لديها مقبض بسيط للغاية من خشب السنديان، كل شيء فيها بسيط للغاية وغير فاتن. تخرج إبهي من المعهد ومن ثم من الجامعة في تخصص ليس له علاقة بالحدادات إطلاقا. في الواقع هو نجار وتعلم صنع الأثاث، ولكنه مارس صنع السكاكين كهواية، وظهرت عبر الإنترنت حينها المنتديات، حيث تقاسم الحرفيون المختلفون مع متابعيهم خبراتهم وصور منتجاتهم. ولكن لكي يصنع إبهي الأشياء الأكثر تعقيدا كان بحاجة إلى ورشة عمل. عندما كنت طالبا عملت حارسا في المنشرة، كنت أبقى هناك في الليل وفي العطلة الأسبوعية. أتاحت لي الفرصة هناك أن أضع مجلخا وآلة صقل يدوية وصنعت النصال، ويقال أن السكينة تبدأ من نصلها. في عام 2008 أنشأت مع أبي ورشة في البيت الريفي. بالنتيجة لم يعمل يفهين طويلا في تخصصه، فلم يرق له أن يكون صانع أثاث. قبل 10 سنوات مضت قرر أن يصبح حرفيا ماهرا يصنع السكاكين، وأخذ لنفسه لقب ستيرخ، وبدأ من صنع عدد ضئيل تجريبي، حتى تقدم إليه أحد مدراء المنتديات على الإنترنت وطلب منه 60 سكينا بعد أن فاز في منافسة مفتوحة. حصلت على بعض المال والذي مكنني من شراء المواد. بعدها حصلت على عدد من الطلبات، ثم تعرف علي أحد باعة السكاكين. كان لديه متجر على الإنترنت وطلب مني 10 سكاكين. حين يطلب من صانع السكاكين أن يصنع نموذجا محددا لا يكرر أبدا ومن الخارج أيضا، فهذا اعتراف بأسلوب المؤلف والانضمام إلى المستوى الأعلى. منذ ذلك الحين جهز يفهين في كييف ورشة عمل متخصصة وجمع فريق العمل. كيف تعمل هذه الورشة الفنية تحديدا؟ سنطلعكم تدريجيا. ما هو الفولاذ؟ هو حديد مع مواد رابطة، أو بشكل أدق هو حديد مع الكربون ومع عناصر السبك. يمكن أن تشكل عناصر السبك حتى 30% منه، وهذه نسبة كبيرة ويعتمد عليها الكثير. تقص القطعة ويمكن أن تكون على شكل حزام وليس بالضرورة لوح، ومن ثم على آلة الجلخ تزال كل الزوائد وتصنع القطعة الأولية مع الثقوب، الأولية والانخفاضات، أي تجري معالجة النصل على آلة الجلخ الحزامية هذه. ينبغي من بعد ذلك صلد النصل، وتجري هذه العملية وفقاً لنوع الفولاذ. كلما كانت نسبة الكربون فيه أعلى، كلما خفت إمكانية تسخينه باستخدام الطريقة المفتوحة. وتحل المشكلة عن طريق كيس خاص من رقائق الفولاذ المقاوم للصدأ والقادر على تحمل درجات الحرارة العالية. عند درجة حرارة 1000 مئوية سيحرق الفولاذ كثيراً وسيتضاءل حجمه فعلياً. يحميه الكيس العازل من الأكسجين، ويجب تبريد الفولاذ الكربوني في الزيت أو في الماء، ويجب أن يجري هذا بسرعة كبيرة ليكتسب صلابة عالية. تظهر هنا مشكلة أخرى، حيث أن الغلاف لا يسمح للفولاذ أن يبرد بسرعة، لذا يصلد يفهين الفولاذ العالي الكربون دون حماية، ولكن عند حرارة لا تتعدى 700-800 درجة مئوية. من بعد ذلك ترسل القطعة الأولية من جديد إلى آلة الجلخ لتشكيل النصل. أتقن يفهين بنفسه هذه الحرفة وينقل تجربته إلى دينيس، الذي جاء إلى الورشة وعرض تقديم خدماته تماماً مثلما كان يحدث في الورشة في الزمن القديم. هو اليوم مسؤول عن صنع وإنهاء النصل من الألف وحتى الياء. الأكثر صعوبة هو جعل الانحناء من كلا الجهتين لجزء القاطع متساوياً. المقبض والدعامة ومكان الاتصال بالنصل هي منطقة من اختصاص فلاديمير.
وفقاً لمقبض النصل الفولاذي تعد البطانة، وهي عبارة عن قطعتين مسطحتين يثقبها الحرفي ويثبت الشطائر بروابط كوربي، وهي عبارة عن مسامير لها شكل خاص يمكن عبرها مد الأسلاك الملونة والدبابيز فتعطي تأثيراً فسيفسائياً. يمكن أن تكون مادة المقبض من أي شيء، من معدن آخر وحتى من خشب أريزونا الحديدي. خبرة فلاديمير في صناعة الأحذية ساعدته في صنع الأغمدة الجلدية الفريدة لكل سكين. هذا مكبس ببطانة مرنة، يجب أن يكون الجلد منقوعاً. يوضع السكين بين قطعتي الجلد ويضغط فيغلف الجلد السكين بالكامل. يقول يفهين إن إعداد النموذج الواحد من الألف إلى الياء وفقاً للفكرة الموضوعة يحتاج إلى 40 ساعة على الأقل من العمل المستمر، أي أسبوع عمل واحد. على ماذا يحصلون بالنتيجة؟ وهل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ يعرض الحرفي علينا نموذجه للسكين الأول والذي أصبح سلسلة تحمل اسم مانارخ. يرى على المقبض فوراً علامة يفهين التجارية المميزة المكونة من الأطر البرتقالية مع روابط كوربي. مانارخ شعار فيه تناسق لون المقبض الأسود مع البرتقالي تكريماً للفراشة الملكية. حتى الآن لا يبدو أن هناك أي شيء مميز. يعرض علينا يفهين أحد السكاكين المفضلة لديه، فينيكس. المقبض هنا معد من نفس خشب الشجرة التي تنمو في صحاري أريزونا. أخشابها كثيفة لدرجة أنها تغرق في الماء. هو يتموج بشكل جميل جداً تحت أشعة الشمس، يلمع كشعلة النار. الروابط مزخرفة بالدبابيس الفسيفسائية، طرفه ممدود. معالجة النصل بهذه الطريقة تسمى الساتين الطولي، ويمكن الحصول عليه من خلال المعالجة اليدوية بورق الصنفرة. على الجهة الجانبية نلاحظ معالجة الجليد المكسر. الجليد المكسر هي طريقة خاصة لمعالجة سطح السكين الفولاذي عن طريق إحداث الخدوش عليه. يفهين لا يخبرنا كيف يمكن الحصول على هذا التأثير تحديداً، ولكنه واثق من أن أي شخص مرن يديه في ورشة الحداد يعرف ذلك. لقد صنع الكثير من سكاكين فينيكس مع المقابض المختلفة. هذه واحدة من السلسلة المحدودة، يوجد منها 13 سكيناً فقط. وهذا روزيتوس، ولديه نصل غير عادي من طراز تانتو من يابان العصور الوسطى، ولكنه بمنحاً أمريكي. ميزته بنصله المتين للغاية القادر على ثقب باب السيارة إذا لزم الأمر. يبدو أن للنصل حدين، ولكن الحد الأعلى زائف ولزينة فقط. رغم ذلك يتطلب هذا النموذج انتباها خاصا عند شحذه. لا يمارس يفهين خخلوف ترسيع الأنصلة والمقابض، فهذا فن منفصل، كما ولا يصنع السكاكين القابلة للطي، ويسعى للحفاظ على نفس النمط البصري الذي يمكن تمييزه ببساطة أناقته. بخلاف سكاكين الجيش الوحشية، تتميز عمل يفهين بتنوع التموج الإنسيابي للأنصال والمقابض تحت تأثير الضوء. عندما نأخذ المنتج في يدنا ينبغي أن يبدو جاهزاً، هذا هو الشرط الأهم. ومن ناحية التصميم العام يجب أن يبدو متناسقاً بجميع خطوطه، هذا أمر مهم جداً. السكاكين المخصصة لمجموعات الهواة ليست مصنوعة للعمل، من النادر جداً أن يشترى مثل هذه السكين ليفعل به شيء ما. بين الزبائن الحرفي الأوكراني هناك عدد غير قليل من الصيادين، وتعد السكين بمنزلة ملحق للسلاح أو البندقية. هي لا تستخدم لتقطيع الفريسة رغم أن شكل النصل يسمح بذلك، ولكن هل يمكن لسكين الفيلي هذه أن تكون مفيدة في المطبخ؟ طرفها ينحني بسهولة وكما يلزم لتقطيع السمك، ولكن ماذا عن حدتها؟ قرر يفهين أن يثار ذلك على الطماطم. يقطع أولاً الجزء السفلي، يضع الطماطم على الغشاء، ومن ثم السكين حادة جداً لدرجة أنها تقطع طبقات بسمكات مليمتر واحد دون الحاجة إلى الإمساك بالخضروات. لا يمكن العثور على مثل هذا الكمال عند منتجات المصانع إلا نادراً. خطط يفهين خخلوف للمشاركة مع مجموعته الكاملة في المعرض العالمي فيكس في فرنسا، وقبل طلبه من قبل المنظمين، والحرفي واثق من قدرته على جذب اهتمام الذواقين بواسطة السكاكين الأوكرانية الحديثة. يلتفت الكثيرون إلى الصور الجميلة فقط، والبعض يسأل هل هي للبيع أم أنتم تصنعونها تحت الطلب؟ هذا يمنح المتعة، وخصوصاً عندما نرى أن من ينظر إلى السكين يعرف من صنعها حتى لو لم تكن هناك أي علامة دالة.